تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. استغفار ما بزات هي أمان تلك هنا لسولج እንዳይ ጠፋ ለመጥፎ ነገር እንዳይጋለጥ ከሚያደርገው ትልቅ መተማመኛ ነው። ምን ይላል ከቀደምት ሰለፈ الصالح መካከል ሁለት አስተማማኝ ነገሮች አሉ። ማለት አንድን ሰው የሚጠብቁት ነገሮች አንደኛ የነብዩ ሰለላም በህይወት መኖር ነበር ያ አልፈዋል። ሁለተኛ ደግሞ استغفار የሚባል ነገር ነው። وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الامان الاول يمجمرياو سو انيا اندنتبقنا سلام اندنهون كميادرغو نغروش النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت منوراتشو نبر اساتشو يالو انت ياله انت بهيوت ياله الله يقطعشو مال وما كان الله معذبهم وانت فيهم انت بهيوت ياله القطعشو مال ከዛ ይሄ አለፈ። እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት የሉም አለፉ። ከዛ መተማመኛ ምን ቀረን? استغفار የሚባለው ነው። الامان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مارن مارن ይያሉ الله ይቀጣቸው ማለት። ስለዚህ ምላሳችንን ሁሌ ይሄንን ምን እናደርገው ይገባል للناس لمدهو يقبال باستغفار ميقينيو دستان ناركاتا كلا لا يدل هولي سنه هيدم سنه كمتم يوهن نقر سنه سب كوش بلن استغفار النابزة استغفار ميابزا سو الله سبحانه وتعالى كچنكتو من يادر قلتال موچا قدادا يبن جلتال موچا اسكمت اللتال دس ترون نقر يسات اوال ترون نقر يسات اوال በምን በማብዛቱ استغفار በማድረጉ ማለት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት በመጠየቁ ምክንያት አላህ መሐሪ ነው አዛኝ ነው ተውባ ንስሐ ተቀባይ የሆነ ጌታ ነው